من أن أتقدم إلى سيادتكم بموصول تشكراتنا على هذه الالتفاتة الجريئة والمناسبة في نفس الوقت مع متمنياتنا لكم مقاما طيبا. جريئة لأنها جاءت في سياق وظرفية خاصة وشبه استثنائية كما هو معلوم لدى الجميع، والمناسبة لأنها تتصدى لأهم المشاكل التي كان ولا زال يعاني منها سكان هذه المدينة. أشد ما تكون المعاناة، دون أن أطيل عليكم سأعمد في هذه المدخلة إلى جرد ووصف مشكل الشبكة الطرقية وكذا تطهير السائل بمدينة الدريوش. هذا الجرد سيكون موجز وباختصار شديد مع الوفاء بالمعنى. سأبدأ بالشبكة الطرقية. بدءاً نشير إلى مشكل التهميش والإقصاء الذي تعاني منه جلد وأغلب الأحياء المرتبطة بمركز دريوش، بمعنى آخر إذ حظي مركز دريوش يعني الأحياء الرئيسية بالاهتمام من قبل الجهات المسؤولة وذلك بتسفيت هذه الأحياء، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لباقي الأحياء المجاورة لها، ولا نحتاج إلى كبير عناء في هذا التدليل على ما سبق من الكلام، إلا يكفي القيام بزيارة تفقدية لمعاينة ما سبق وأن بسطناه. ولهذا نجدد طلبنا سيد العالم وبشكل عاجل بضرورة أخذ الأمر بكل حزم وعزم. شبكة تطهير السائل أي الواد الحار، إنما ينطبق على الشبكة الطرقية ينطبق حتى على شبكة تطهير السائل في حيز منه، إذ أن هذه الشبكة تم حصرها في بعض الأحياء الرئيسية دون غيرها. بعبارة أخرى تم إقصاء وتهميش وعزل الأحياء الأخرى وكأنها لا تدخل ولا تعتبر من صميم أحياء المدينة. لابد من تذكير أن هذه الشبكة تدخل في السياسات العمومية المحلية ورصدت لها ميزانية، ولا حاجة لنا الرجوع لهذه التفاصيل ثابتة قانونا. ومن ثم نؤكد على ضرورة توسيع الشبكة الطرقية واستكمال الأشطر المتبقية لتشمل جميع أحياء المدينة بدون أي استثناء، وأن يعتبر المجلس وأن يبتعد المجلس على تلك السياسات الترقيعية التي لا تجدي نفعا. إن الوضع جد مأساوي، ما فتئنا أن ننبه به سيد العامل بضرورة التعجيل بحل هذه المشاكل التي في الوصف لا ينبغي أن نطرحها في دولة ينص دستورها على كفالة الحقوق لمواطنيها بشتى أنواعها. وشكرا سيد العالم. شكرا للأخت.